عصام حراسات منتخب مصر مقطع فيديو عبر حسابه على فيسبوك خلال دعمه للحارس الدولي ياسين بونو حارس مرمى منتخب المغرب قبل مباراة المركز الثالث والرابع في كأس العالم 2022 أمام كرواتيا. وأحرز منتخب كرواتيا المركز الثالث بمونديال قطر بفوزه على نظيره المغربي 2-1 يوم السبت على استاد خليفة الدولي في مباراة تحديد المركز الثالث لمونديال قطر. وشهدت المواجهة القوية بين المنتخبين تسجيل هدفين في أول 9 دقائق، حيث تقدم جوسكو بهدف لمنتخب كرواتيا في الدقيقة 7، لكن بعد دقيقتين فقط أدرك أشرف داري التعادل لأسود الأطلس. وقبل 3 دقائق من نهاية الشوط الأول سجل ميسلاف هدف الفوز لمنتخب كرواتيا.